نتحول مشاهدينا الآن وعبر سكايب يكون معنا الباحثة السياسية دكتورة تمارا حداد من رام الله. برحب بك دكتورة تمارا، ونحب أن نعرف منك يعني كيف تصفين الوضع في غزة، خاصة وأن حالة الحصار المفروض على غزة الآن هي حالة حصار شامل، يعني لأول مرة يتم قطع الكهرباء ومنع الأغذية، منع كل شيء من الوصول إلى غزة. البداية أسعد الله مساءكم ومساء المشاهدين والمشاهدات الكرام، وتحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. بالفعل يعني قطاع غزة الآن يشهد كارثة إنسانية بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في حالة القصف الجوي على المنازل والشقق السكنية والمستشفيات والعيادات الصحية وكل من له علاقة في الواقع الصحي والواقع الحياتي والمعاشي. هناك قطع كامل في الكهرباء وقطع كامل حتى على مستوى المياه، حتى على مستوى أيضا يعني الدخول المساعدات الإنسانية وأيضا المساعدات الطبية والصحية. حتى هذه اللحظة أن الاحتلال الإسرائيلي مصمم على أن لا يدخل أي مساعدات إنسانية، وناهيك أن المعابر التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي تم إغلاقها بشكل كامل. الوضع الحالي الآن أصبح حتى هذه اللحظة 1550 يعني شهيد فلسطين، ناهيك أصبح حتى هذه اللحظة 5150 جريح فلسطيني، وهؤلاء الجرحى أصبح الآن هم بحاجة إلى مساعدات طبية، بمعنى أن الكثير منهم بحاجة إلى دماء وبحاجة إلى أجهزة طبية وبحاجة أن يكون هناك بالفعل يعني عانتهم بشكل جماعي. أصبح الآن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على عملية الإبادة الجماعية. الآن توصف هذه العملية العسكرية وهذه الحرب هي إبادة جماعية وعقاب جماعي للفلسطينيين في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي مصمم على هذه العملية، يريد أن يسترد واقع كرامته ويسترد واقع ما حدث له بسبب عملية طوفان الأقصى. فبالتالي الاحتلال الإسرائيلي هو يريد أن يشعر الرأي الداخلي الإسرائيلي بحالة من النصر، طبعا على حساب الدماء الفلسطينيين في قطاع غزة. الآن نتنياهو طبعا على ما يبدو أنه في هناك أحاديث بتشكيل حكومة الطوارئ، حكومة الوحدة الوطنية. هذه الحكومة إذا تم تشكيلها على أرض الواقع أعلم تماما أن هناك حرب يعني شاملة ومستمرة على واقع قطاع غزة، وهذا إشارة أن استمرار الكارثة الإنسانية واستمرار حالة القصف الجوي واستخدام القنابل الفسفورية على الأطفال وعلى النساء سوف يؤدي إلى تسميم الهواء، وهذا سوف ينتقل إلى أكثر من نقطة وبالتحديد الدول المجاورة. الاحتلال الإسرائيلي غير معني بأي نوع من الأدمية الإنسانية، وبالتحديد أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقدم الدعم اللوجستي والتسليحي وقوات الأمريكية. يتم استخدام في هذه الأوقات كل الأساليب يعني الوحشية، وهذا الأمر ينعكس على واقع بالتحديد المدنيين. الاحتلال الآن ينتقم من الواقع القطاع غزة، ينتقم من العملية التي حدثت في من المقاومة على مستوطنات غلاف في قطاع غزة، ينتقم الآن من المدنيين. هو يعلم تماما أن المسلحين والمقاومين مختبئون، قد يكون تحت الأنفاق، قد يكون في أماكن أخرى. الآن هم صحيح يعني يعملون على سياق الاشتباكات في بعض نقاط الاشتباك في مستوطنات غلاف قطاع غزة، وصحيح أن المقاومة الآن تنقل الصراع إلى خارج قطاع غزة، لكن الاحتلال الإسرائيلي الآن يقوم على عملية الانتقام على المدنيين، الانتقام يعني بحق المدنيين العزل الأبرياء الذي ليس لهم دخل لا باع ولا ناقة في سياق ما تم القيام به من الواقع السياسي. أعتقد أن قادم الأيام سوف يكون هناك بالفعل كارثة إنسانية، وهذه الكارثة الإنسانية طبعا هناك في أكثر من خطة للاحتلال الإسرائيلي. صحيح أنه يشير أنه لا خطط، ولكن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يشير إلى إبادة جماعية، أو أن يكون هناك بالفعل عملية عن انزياح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من شمال قطاع غزة حتى جنوب قطاع غزة. الاحتلال معني في عملية التهجير إذا تحدثنا بكل واقعية. طبعا هذا الأمر إشارة أن الاحتلال الإسرائيلي ونتنياهو أشار اليوم يجب فتح الممرات الآمنة. أين سوف يفتح هذا الممر الآمن والمعبر الآمن، وأن الاحتلال يغلق إغلاق حصار تام وشامل على قطاع غزة؟ المعبر الآن هناك موجود هو معبر إيرز، وهذا المعبر بيت حانون، وهناك معبر آخر رفح. حتى على مستوى معبر رفح الاحتلال الإسرائيلي إذا تم فتحه سوف يتم قصفه. الاحتلال أرسل رسالة قبل عدة أيام بالتحديد عندما تم قصف البوابات لمعبر رفح، أدى هذه رسالة للجانب المصري بعدم فتحه وعدم إيصال المساعدات الإنسانية والتموينية وأيضا
الصحية لقطاع غزة. الاحتلال معني في عملية إيصال رسالة للمواطن الفلسطيني بأن حركة حماس هي الأساس في هذا السياق، لكن الأساس في المشكلة الأساسية في ما حدث في قطاع غزة هو المشكلة أن الاحتلال هو لا يريد أن يعطي أي أفق سياسي أو أفق وطني وواقع اقتصادي حقيقي ومعاشي للشعب الفلسطيني. يعني دكتور تمر، يعني في ظل سياسة العقاب الجماعي الذي تقوم به إسرائيل وهذا الحصار المفروض على أهلنا في غزة وهذا القصف المستمر طوال الوقت، يعني كيف تري دور المجتمع الدولي، خاصة وأن هناك سياسة الكيل بمكيالين التي نراها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ومن جانب عدد من الدول الغربية تجاه الشعب الفلسطيني؟ للأسف هناك في المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي هناك مواقف متباينة. هذه المواقف طبعا الأغلبية إلى صف دولة الاحتلال الإسرائيلي، بمعنى أنه يستخدمون سياسة ازدواجية المعايير، وهذا ما نلاحظه أن الاتحاد الأوروبي يقدم الدعم لأوكرانيا ضد روسيا، وهنا ما أيضا يستخدم هذه السياسة في الواقع الفلسطيني. ولتحدثنا بكل واقعية أن الدول العظمى الكبرى سواء كان ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية التي هي أم هذه الدول الذين إلى صف دولة الاحتلال الإسرائيلي، وللأسف أشاروا إلى أكثر من نقطة أن من حق دولة الاحتلال أن تدافع عن ذاتها. فكيف أن تدافع عن ذاتها وأن الحرب الحالية هي ليست حرب ما بين قوة عسكرية وأيضا قوة عسكرية أخرى، بالرغم صحيح أن هناك حرب ما بين واقعين عسكريين، ولكن في نهاية المطاف المتضرر الأكبر في واقع قطاع غزة هم المدنيين. هم الخاسر الأكبر، هم الأبرياء الخاسرون الأكبر في هذا السياق. يعني حركة حماس هي تقاوم من جهة، وأيضا المواطن الفلسطيني يدفع الثمن من جهة أخرى، والاحتلال لا يعنيه الأبرياء ولا يعنيه المدنيين. أعتقد على المجتمع الدولي يجب أن ينظر إلى بعين الرحمة على الأقل الواقع الإنساني، الواقع الآدمي في قطاع غزة، بمعنى أن المنظمات الدولية أن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم للأسف أن الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت على نتنياهو بعملية إغلاق الحصار، بالرغم أن بعض الإشارات تشير أن يجب فتح المعابر، ولكن حتى هذه اللحظة أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تستطيع الدولة الوحيدة أن تضغط على الاحتلال، حتى هذه اللحظة لم تضغط على الاحتلال على الأقل بفتح المعابر الإنسانية. هذا إشارة أن دولة الاحتلال الإسرائيلية تسيطر، هي تسيطر على كافة المعابر وتسيطر على كافة الطرق التي توصل إلى قطاع غزة وأن يوصل هذه الأمور. منظمة اليونيسيف وأيضا منظمة الصحة الدولية أشارت أن خروج تقارير أن واقع قطاع غزة سوف يتحول ليس فقط على مستوى أن الفقر والبطالة، ولكن سوف يتحول بالفعل إلى كارثة إنسانية، سوف يتحول أن هناك انتشار للأمراض، تحول هذه البيئة إلى بيئة غير آمنة صحيا. لذلك الواقع صعب جدا إذا لم يكن هناك إنقاذ من كل الدول، على الدول بالتحديد الدول الإقليم المجاورة لواقع قطاع غزة أن تضغط في هذا السياق، وبالتحديد الدول التي لها علاقة أيضا في قطاع غزة بغض النظر من هذه الدول، لكن يجب الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن يكون هناك بالفعل إبادة جماعية. الاحتلال الآن يستخدم سياسة الحزام الناري، يستخدم سياسة القوة التدميرية، يستخدم سياسة الانتقام الشرس، يستخدم سياسة الواقع الهستيري، هو ينتقم من كل فرد فلسطيني ويعتبر أن هذه المعركة هي معركة وجود، معركة صراع، إما أن نكون وإما أن يكون الواقع الفلسطيني. لذلك الاحتلال حسم موقفه في قطاع غزة بأن يتم عملية إنهاء حركة حماس، ولكن المتضرر الأكبر في هذا السياق هم الفلسطينيون. هو يريد قتل ما يمكن قدر يعني أكبر عدد ممكن من الفلسطينيون حتى يتسنى أن يكون هناك بالفعل جرحى كثيرين وعدد كبير من الإعاقات وعدد كبير من الأمراض. هذا ما يريده الاحتلال الإسرائيلي. لا. الاحتلال ينوي أن يعمل عملية مسح قطاع غزة عن الوجود، هذا ما يريده. هو يريد يعني القضاء على حركة حماس واستئصالها، وأيضا يريد إبادة الواقع الفلسطيني في قطاع غزة حتى يتسنى له السيطرة على غاز غزة، لأنه هو عينه على الغاز قبالة سواحل قطاع غزة. أعتقد أن هذه مؤامرة ضخمة ومخطط كبير جدا، وحتى المخطط الأكبر الذي يريد أن ينفذه الواقع الصهيوني بعملية تهجير الفلسطيني إلى سيناء، هذا لن يحصل. أولا جمهورية مصر العربية هذه أرض سيناء، هي أرض مصرية، هذه ليست أرض فلسطينية. الفلسطيني يجب أن يبقى على أرضه وعليه أن يحرر أرضه ويحرر المستوطنة. هو يجب أن يوسع
أرض قطاع غزة على حساب الأرض التي سرقتها الاحتلال الإسرائيلي. يجب أن يوسع إلى منطقة غلاف قطاع غزة، هنا يجب أن يكون الفلسطيني. لذلك جمهورية مصر العربية عندما أشارت إلى القضية الفلسطينية هي تريد أن تحافظ على الفلسطينيين، بعد تم التهجير الطوعي أو القسري من منطقة قطاع غزة إلى سيناء، هذا يعني القضاء على القضية الفلسطينية، القضاء على أي شيء يسمى فلسطيني. هذا ما يريده الاحتلال الإسرائيلي. يعني لماذا هو دائما يركز على واقع الحروب وعملية قتل؟ نعم، مصر دائما ما يعني ترحب بكل الإخوة العرب، ولكنها طبعا في القضية الفلسطينية لها موقف ثابت، وهو الدعم المستمر للقضية الفلسطينية ولكل يعني لكل ما ممكن أن يحل المشكلة الفلسطينية. ولكن طبعا موضوع اللاجئين ده طبعا أعتقد أنه غير يعني غير ممكن في بالنسبة لمصر بالنسبة لهذا الموضوع. ولكن خليني أتكلم على نقطة تانية، موضوع أن الدول العربية جميعا ممثلين في وزراء الخارجية العرب سيقومون بعمل اجتماع اليوم لمناقشة موضوع العدوان الإسرائيلي على غزة. ما الذي تتوقعينه من هذا الاجتماع؟ أولا هذا الاجتماع يجب أن يكون يعني هو اجتماع هام، يعني بالفعل يجب أن يكون هذا الاجتماع يتم انعقاده في هذه الأوقات الصعبة والحرجة. على جامعة الدول العربية أن ترفع وأن تشكل يعني أن تدعو كل الدول الغربية وبالتحديد روسيا والصين ومن لها علاقة في عملية تحقيق السلام وترسيخ حل الدولتين، وأيضا هناك مجتمعات دولية ما زالت مع صف القضية الفلسطينية، وهذا ما تم الإشارة حتى على مستوى الاتحاد الأوروبي عندما أراد قطع المساعدات على الواقع الفلسطيني. هناك بعض الدول الأعضاء هي رفضت هذا السياق. لذلك على جامعة الدول العربية أن تدعو المجتمع الدولي بأن يعقد مؤتمر بخصوص قطاع غزة، بخصوص واقع السلام في المنطقة. المنطقة الشرق الأوسط وهذه المنطقة الدول المجاورة لن تحل هذه مشاكلها الإقليمية والأمنية إلا إذا حلت الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ويجب بالتحديد أن حل مشكلة على الأقل قطاع غزة. قطاع غزة بحاجة إلى حل سياسي واقتصادي بالإضافة إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية. لذلك الاجتماع هو مهم جدا، ولكن يجب أن تكون هذه البيانات التي تخرج والقرارات التي تخرج يجب أن تنفذ على أرض الواقع. يجب أن يدعو بالفعل إلى دعوة إلى مؤتمر، ومؤتمر سريع. بالنسبة يعني أنه كل دولة من الدول العربية لديها دول صديقة من ودول فاعلة من المجتمعات الأوروبية أو الغربية، الاتصال مع هذه الدول وإنعقاد مؤتمر دولي حتى لو كان هذا المؤتمر في القاهرة. القاهرة لن تبخل ولن تمل في عملية الدفاع عن القضية الفلسطينية. صحيح. تعلم تماما، وهناك دور عظيم لجمهورية مصر في هذا السياق، لأنها تعلم تماما أن القضاء على الفلسطيني يعني القضاء على القضية الفلسطينية. لذلك هي تحافظ على القضية الفلسطينية. لذلك دعوة أن يكون هناك مؤتمرا دوليا في جمهورية مصر مهم جدا، طبعا من قبل أن يكون هناك دعوة من الجامعة العربية حتى يتسنى على الأقل حل الواقع الإنساني، يعني قبل الواقع السياسي الواقع الإنساني، ومع إلى جانب الحل السياسي حتى يتسنى بالفعل إنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط ووقف الاحتلال الإسرائيلي عن هذه الجرائم. بالرغم أن الاحتلال كونه سلطة محتلة وسلطة مؤقتة محتلة في أراضي فلسطينية في الضفة أو قطاع غزة، هو المسؤول حسب القانون أن يقدم الطعام والشراب. لذلك يجب تفعيل الدور القانوني إلى جانب الدور ما تقوم به الجامعة العربية، إلى جانب الدور الدبلوماسي والسياسي حتى يتسنى حل هذه الإشكالية ورفع هذه الأمور محكمة الجنايات الدولية. هذه جرائم جرائم حرب، وبالتالي هذه الجرائم يجب أن تقوم رفعها إلى محكمة الجنايات الدولية، وبالتحديد أن الجانب الفلسطيني هو أيضا عضو في محكمة الجنايات الدولية. بالرغم أن إسرائيل رفضت أن تدخل عضو في محكمة الجنايات الدولية، ولكن الدول الإقليم بالتحديد أن هناك في بند في محكمة الجنايات الدولية بند قانوني يشير أن على الدول الإقليم المجاورة لقضية الصراع أو قضية الأزمة الإنسانية عليهم هم الذين يرفعوا واقع ما يحدث في قطاع غزة. لكن في نهاية المطاف الاحتلال مسؤول عن المدنيين، المسؤول الأول عن المدنيين في قطاع غزة على أقل إعطائهم إمدادات الإنسانية وأيضا المعاشية. نعم، طب بالنسبة للأمم المتحدة هل تعتقد أنه ممكن يتم تصعيد الأمور حتى نصل إلى الأمم المتحدة؟ أولا الأمم المتحدة هي تعلم تماما أن مسؤولية هناك في مادة في القرارات الأمم المتحدة المادة 59 تشير هذه المادة أن على القوة المحتلة التي تحتل شعبا ما زال يرزح تحت الاحتلال عليها مسؤولية أن تقدم
كل الإمكانيات، تقدم الفرص العمل، تقدم الواقع الاقتصادي، تقدم الكهرباء والمياه، ولكن الاحتلال للأسف هو فوق القانون، بالرغم أن دولة الاحتلال هو عضو في الأمم المتحدة. لذلك الأمين العام غوتيريش هو مسؤول أيضا، عليها أن يضع الاحتلال ضمن مسؤولياته الدولية ومسؤولياته الاحتلالية. إذا تشير الاحتلال أن هناك حركة حماس تسيطر على المنطقة، هذا غير صحيح. قطاع غزة والضفة الغربية والقدس هي محتلة، فلا يوجد هناك أي حالة من التحرر، هي فقط أن هناك سلطة تدير في الضفة الغربية متمثلة بحركة فتح، وهناك سلطة إدارية تحرك قطاع غزة متمثلة بحركة حماس. حركة حماس التي يعني ثبتت وجودها دولة الاحتلال، الآن دولة الاحتلال تريد أن تستأصل حركة حماس من هذا السياق، لذلك على دولة الاحتلال أن تقدم المعونات الإنسانية، فبالتالي يجب هي أن تفتح هذه المعابر وتقدم المعونات الإنسانية عن طريق المنظمات الدولية. إذا يعني كانت قلقة بعملية إدخال السلاح أو الأموال، ولكن على المنظمات الدولية التي لها علاقة بعملية الواقع حقوق الإنسان أن تدخل هذه تدخل إلى قطاع غزة على الأقل حل الإشكاليات الإنسانية والإشكاليات المرضية، أو على الأقل أن يذهب هؤلاء الجرحى إلى المستشفيات هنا أو هنا، على الأقل إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن يتحول إلى إبادة جماعية. وهذه الإبادة الجماعية موجودة، ولكن هناك أكثر من 2,300,000 فلسطيني حتى هذه اللحظة، يعني قرابة 300,000 فلسطيني هو نزح من منطقة إلى منطقة أخرى، وهناك الكثير من عدد من السكان الفلسطيني هو في الشوارع. يعني هناك مراكز الإيواء في بعضها تم قصفها وتم هدمها، وبعض الإيواء ما زالت موجودة، هناك 200,000 في مراكز إيواء، وهناك أيضا 200,000 في الشوارع. فهذا شيء يعني غير إنساني وغير يعني مقبول في الواقع الدولي أو القانون الدولي. صحيح. أشكرك شكرا جزيلا الباحثة السياسية دكتورة تمارا حداد من رام الله، كنت معنا عبر سكايب.